الو الو ايوه ازيك يا استاذ؟ الحمد لله تمام. ازيك؟ تمام الحمد لله. اتعرفيكي؟ طبعا عايزه اقول ما تقوليش اسمك. طب كم سنه؟ انا عندي 25 سنه. مرتبطه؟ انا اللي كلمتك من حلقتين تقريبا. هحاول افكرك بيه. فكريني. طيب انا اللي قلت لك يا اسامه ان احنا كنا مرتبطين بقالنا كتير واكتشفت انه بيكلم بنات. فاكرني؟ اصل كتير قوي بنفس المشكله دي بتاعت مرتبطين بقالنا كتير واكتشفت انه بيكلم بنات دي بسمعها كل يوم. لا. فكريني اكتر بشويه تفاصيل. حاضر. اللي انا قلت لك بيعمل علاقات مع البنات في التليفون. كلهم بيعملوا علاقات مع البنات في التليفون طالما بيكلموا بنات. طيب كملي تاني. انا قلت لك ايه؟ قلت لك ان انا ضربته. ايوه افتكرتك اللي ضربتيه وهنتيه وبهدلتيه وبتاع. طيب هو انا باين ان انا القويه والمجرم. انت قويه طبعا. طب اول حاجه انت انتقمتي. طب هقول لك حاجه. انا كنت كان هو صاحبي واخويا وابويا. حلو. تمام. وبعدين أسامة احنا بعد 3 سنين من الارتباط لما بعدنا اول مرة هو حاول يتعرف على واحدة. لما رجعنا ما قاليش وما طرحنيش. دي حاجة. الحاجة التانية هو مثلا لما يكلم بنات ويعمل معهم علاقات للتليفون دي ما تبقاش اسمها خيانة. خيانة؟ خيانة. وانا معاكي جدا ولكن مش معناها ان قلبك يشيل لدرجة انك تستدرجيه وتجيبيه لحد عندك وتنيميه وتاكليه ألم. عارفة انت عملتي ايه بالظبط؟ ايه؟ عملتي زي اللي كان داخل في خناقة مع الناس من الجيران. اوكي؟ او اللي كان ليه شيك عند حد ومش عارف ياخد منه الفلوس فراح عمل له محضر وقضية واتفق مع تنفيذ الاحكام قال لهم انا هقابله عشان نقعد نحل وانا قاعد معاه خش خدوه. طب انا المفروض كنت اعمل ايه؟ قلبك ما يبقاش كده. المفروض قلبك يبقى احلى من كده حتى لو اتغدر بيكي. هو عارفه الالم ده تضربيه له امتى؟ مع ان انا ضد ده تماما. اوكي؟ انه يكون اهانك في موقف معين سخنتي ما دريتيش قمتي واحد عكسك في الشارع قمتي لطش قلم وده غلط برضه لانه ممكن يترد عليكي ب 30 قلم وتتبهدلي. انما تستدرجيه لحد ما يجي لحد عندك ويقف يتكلم معاكي وتقومي رافع ايدك وسافخاه قلم. لا يعني هو بص مش بالظبط يا اسامه. امال ايه؟ يعني هو ماشي انا ايدي اترفعت عليه بس هو حاول يمسك ايدي. دي حاجه. حاول يمسك ايدك بس ايدك فلتت ونزلت على وشه. تمام. بس هو يعني هو عارف الغلطه اللي عاملها وهو لحد دلوقتي معترف بيها. طب هتعرفي ترتبطي بيه تاني ويبقى الراجل اللي بتحترميه وبتقدريه وبتحبيه بعد ما كلتيه قلم ووقف ساكت؟ هو مش وقف ساكت. انا قلت لك ان هو حاول يوقف ده وبعدها مشينا وبعدها حاول تاني يرجع. بس ما حاولش يديكي 30 قلم. لا يا اسامه بس في مشكله كبيره هو لسه بيحاول وانا مش قادره انا مش عارفه اعمل ايه. مش قادره تكملي ايه؟ انا مش قادره انسى. يعني انا متخيله ان ده كان عايش معايا وهو كذاب. ده كان يعني بالنسبه لي انا احسن واحد في حياتي وكل حاجه بس من ورايا بيجد فانا مش قادره انسى ده. ولا هتقدري تنسي. طب انا اعمل ايه؟ انا مش بص يا حبيبتي عايز اقول لك حاجه. الثقه ما بتقفلش والنبي. الثقه عامله زي الحيطه الجدار اللي بيتبني الكبير اللي بيت بيتبني طوبه طوبه. أول ما بتعرفوا بعض بيبقى فيه افتراض الثقة. شويتين بيتبني عواميد الثقة دي على يعني عواميد البيت دي بتتبني بالثقة. شويتين بيتبني البيت وبيطلع دور في التاني في التالت بيبقى عمارة ضخمة جدا. هو عارف إن أنا دلوقتي ما بقتش أثق فيه وبقى متأكد وبقى بيقول لي أنا بحاول أخليك تثق فيا تاني. علشان ترجعي تثقي فيه تاني محتاجة وقت طويل. ومحتاجة مجهود ومحتاج هو اللي يبذل مجهود كبير جدا عشان يزرع الثقة دي من أول وجديد. هو بيعمل كده بس احنا دلوقتي نتكلم. مهما عمل هيبقى هو بيعمل كده وانت بتصدي لان جواكي دافع يخليكي تصدي او ترفضي الثقة دي. طب هو يستاهل ان انا اسامح ولا لا؟ مين مننا ما بيغلطش؟ طيب انت لو كنت غلطتي الغلطة دي
كان عمل ايه معاكي؟ لا مش عارفه، بس هو طيب وحنين وكل حاجه. وانت شريره يعني؟ لا والله. طيب ما انت بتقولي هو بس مش عارفه، بس هو طيب وحنين يعني، هو كان ممكن يوافق يرجع. لا طبعا اكيد مش هيوافق، اكيد مش هيوافق. انا كل مشكلتي ان انا ده ما كنتش اتقبل منه فكره ان هو بيكذب عليا. اي حد مرتبط بحد وبيحبه عمره ما هيتقبل منه فكره انه بيكذب عليه. طب يا اسامه، هو بيقول ان دي ما اسمهاش خيانه، انا كان عندي مرض بالموضوع ده وببقى عايز الموضوع ده كتير، فلازم الجا للموضوع. بصي يا حبيبتي، كلنا عندنا هذا المرض، بس في بني ادم بيعرف يمسك نفسه وبني ادم ما بيعرفش يمسك نفسه. طيب اوكي، حتى لو قلت لو اعتبرناه مرض يعني، ولكن هو مش مرض، هي قصه شهوه وحرمان مش اكتر. هو بيقول لي كلمة بس، حتى لو احنا كنا بنعمل كده مع بعض. ما يمكن عشان بتعملوا كده مع بعض في الموضوع اتشجع عليه اكتر. التليفون برضو خلاص، ما هو استسهلوا، لقى لطيف فلقى بيعملوا مع البنت اللي بيحبها، ولقى واحدة تانية بتسهلوا الموضوع، وواحدة تالتة بتسهلوا الموضوع، فدخل في القصة دي. بص يا بنت الناس، طب والنبي ما تقفلش اسمعني. ما انا ما اقدرش ما اقفلش لان انا عندي مكالمات تانية، ولكن انا عايز اقول لك حاجة. انا هقول اخر حاجة. اتفضلي. دي قولي اسمها خيانة ولا لا؟ والكذب ده هو كده كان بيخبي عليا، فده برضو كذب، وهو يستاهل فرصة ولا لا؟ هو ازاي بيحاول ومستحمل اللي انا بعمله؟ بصي، دي من ناحية خيانة، دي خيانة. اهو. من ناحية كذب عشان خبى عليكي، ده كذب طبعا، خبى عليكي ده وضعها طبيعي. يستاهل بقى فرصة أو ما يستاهلش فرصة على حسب قلبك ومقدرته على التسامح، لأن أنت من النوع اللي قلبك ما بيسامحش. أنت مش من النوع اللي بيصفى وبيدي فرص تانية. أنت وقفتي وخدتي حقك بإيدك. هو غلط، وأنت كمان غلطتي إنك خدتي حقك بالشكل ده، لأنك لما خدتي حقك بالشكل ده انتوا كده قدام بعض. هيقول لك لا الخيانه مش زي الالم، بس راجل ياكل الم بميت خيانه. انا مستعجب هو ازاي مستحمل ان هو يكمل، حتى لو كان غلطان، يقف قدام الانسانه اللي بتحبه ويقول لها سامحيني حقك عليا، تقوم رافعه ايدها وسفخاه الم. يا نهار اسود، ايه الرجوله دي؟